للزميل عزيز عبد العزيز البكر، شكرا لكباتنا الاعزاء في الاستديو التحليلي وللزملاء الموجودين خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وطابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا من هنا في الرياض في ملعب الامير فيصل بن فهد في الملز، حيث الجوله الثالثه من مباريات المجموعه الاولى في دوري ابطال اسيا. هذا المساء حيث يستضيف الهلال فريق استقلال الطاجيكي. طاقم تحكيم هذا اليوم بقيادة الحكم الدولي مسعود طفيلية من سوريا، والذي يدير مباراته الثالثة في هذه المسابقة في نسختها الحالية في هذا الموسم. بالتأكيد قائمة الفريق الأوزبكي في هذه المباراة بقيادة مدرب موبن إيرغاشييف الذي فاز بلقب الدوري، والذي بالتأكيد يعيش فترة رائعة بعد أن حقق أول انتصار في أول مشاركة على مدار تاريخ الأندية الطاجيكية في دوري أبطال آسيا. المعتادة مثل ما هي في المباراة الماضية التي استعاد فيها الهلال كثيرة من الأشياء المهمة، استعاد فيها نغمة الفوز، استعاد فيها ثقة المشجعين، استعاد فيها روحة، وبالتأكيد نجح في الحصول على 3 نقاط ثمينة وبمستوى أيضا رائع ضد أهلي دبي في الجولة الماضية. الحضور في هذه المسابقة الكبيرة بالنسبة للهلاليين على عكس حديث العهد في مسابقة بهذا الحجم بالنسبة لاستقلال دوشنبا اللي يجد نفسه أمام صعوبات. كرة أمام كاريو، فيها تسلل. الله الكنترول يا كاريو، الله الكنترول يا كاريو. لمسة كانت رائعة منك يا ميتو، لمسة رائعة من ميتو. زاز فون مازن من سوريا الحكم المساعد أشار إلى وجود حالة تسلل على أندي كاريو. عودة لكن بدون تركيز، بعيد الكرة أقرب للفريق الطاجيكي اللي يعتمد هذا اليوم على الهجمات المرتدة. كرة تعود بعد ذلك سهلة لياتي بوب بالخطف، كوميز خطفها، يا الله فرصة هدف من بافي، يا إلهي كوميز خطفها، كوميز بر من حارس المرمى، كوميز على اعتاب المرمى، كانت انت ضميرك يا بابي، عدت من كوميز على غير العاده يا بابي، كان بالامكان تخليصها في الشباك، يكون 1-0. اتام بتمريره عند لوسيانو، فيتو بكره عند كاريو، الجبهه اليمنى مع البريك اللي بدات تستعيد شيء من قوتها من قيمتها. هذه كرة عند كانو، يحاول كانو، لمسة باتجاه كاريو، تحرك بجانب جوميز داخل منطقة الجزاء، تمريرة حلوة، يا الله يا بيتو يا بيتو، لمسة جميلة، كرة هلالية بامتياز بروعة من كاريو لجوميز، فيتو على اعتاب المرمى، كانت قريبة، كانت خطيرة، كانت هدف محقق ولكنها ضاعت. ثم بعد ذلك عند عبد الله عطيف، عطيف بلمسة نحو كنو، نسبة استحواذ على الكرة وصلت 77%. هذا كله لا شيء إذا بقيت النتيجة على حالها، طالما في النتيجة عندك 0. هذه كرة من جانب هتان تزيد لكنها سهلة بعد ذلك لحارس المرمى رستام ياتيبوف. متعهد تقريبا تنفيذ الكرات الثابتة للهلاليين في هذه المباراة، فيتو على تنفيذ الركنية القابلة والبراس، لكن الحارس خلصها، حلوة من كاريو، حلوة من كاريو، لكن الحارس خلصها ياتيبوف في ردة فعل رائعة أمام كاريو. لوسيانو مرة أخرى للجهة اليسرى، فيتو تسديدة صدمت في الدفاع، وبعد ذلك يبحثون عن هجمة مرتدة، الحكم يشير إلى وجود خطأ، فرصة كانت في منتهى الخطورة، كاريو بروعة حطها بالرأس، لكن الحارس أيضا تألق، صد الكرة والهجمة الهلالية الثالثة الخطيرة على مرمى الفريق الطاجيكي. بعد فرصة لفيتو، جانغ يون سو متقدم للبريك، تمويه تمرير كانو، البريك كانو مرة أخرى، ثم كاريو، مجموعة من التمريرات الهلالية في مساحات ضيقة في العمق، جوميز يلعبها جميل، البريك عرضي لمين؟ التاني لمين؟ التاني يلعبها لكنها ضاعت، يا الله كانت فرصة خطيرة لبصعة الزعيم لكنها ضاعت كسابقاتها في هذه المباراة. هل كان في تسلل على محمد على البريك في اللقطة الماضية؟ الهجمة استمرت،
هنا تسلل كان على لوسيانو على ما يبدو، مع كثير من المجهودات مع استمرار هذه الفرص والكرات عادية بالرأس لكن عدت، لا زالت في اللعب واحدة. ياسر شهراني على اليسار، ياسر عودة بعد ذلك لياتان، بهبري للخلف، بهبري العطيف، كرة حلوة، تمريرة الرد داخل منطقة الجزاء، تمر البلاي البلاهي بروعة. أعطيك المايك تفضل يا كابتن. ولا 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 البلاهي يسجل هدف الهلال الأول بعد روعة في التمرير. عطيف يا جماعة، عطيف يا جماعة، أعطيني اللقطة، أعطيني اللقطة على عطيف، عطيف يا جماعة، البلاهي يسجل هدف. نعم حتى نعمل الأسس بروعة. نعم هذه 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 قبل كل شيء، هذه بالذات، هذا المايسترو، هذا العطيف، هذه اللمسة الساحرة. هتان بروعة أسست يا بلاي، الكرة في شباك الفريق التاجيكي، الزعيم يسجل أول أهدافه بعد سيل من الفرص الخطيرة الضائعة، يجد ظالته في الأخير في شباك الفريق التاجيكي. دوشنبا أخيرا يقبل الهدف، قائد الدفاع بالرقم 5 علي البلاهي، والرقم 5 لا ينسى في تاريخ الهلاليين، في ذاكرة الهلاليين، الإمبراطور في الذاكرة إلى الأبد. بالتأكيد الكرة بروعة حطها البلاهي في اللقطة الماضية، وهدف هلالي أول في هذه الأمسية، الرقم 5 الإمبراطور صالح النعيمة، اللي سنوات طويلة جدا من التألق في صفوف الهلال وأيضا في صفوف المنتخب السعودي والعديد من الألقاب المهمة في تاريخه وفي تاريخ الهلال. كرة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة تاجيكية متاحة، ورد سريع، رد سريع جدا لمصاعة الفريق التاجيكي. غريبة اللقطة الأخيرة، غريبة اللقطة الأخيرة، شوف الهدف الهلالي يدوبك لسه يسجل هلال، رد سريع. اللاعب اللي يتكلم عنه هذا أنونوف، جبهة يمنى وسهلة أبدا، هذا أنونوف، هدف التعديل للفريق التاجيكي. شوفها 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 مرة أخرى، تزيدها اللي كان فيها سوء في الرقابة في التغطية، غفلة من المدافعين، بسرعة الفريق التاجيكي سجل هدف التعديل في هذه المباراة. 1-1 1-1 في هذا اللقاء، يسجل الفريق التاجيكي عن طريق أنونوف المدافع الأيمن. هدف مقابل هدف، شيء يسعى له الفريق التاجيكي في رأيي الشخصي، أنهم يلعبون بدون ضغوطات، عن مزيد من المحاولات وعن مزيد من الأهداف. نشكركم على حسن المتابعة سيداتي وسادتي، نلتقيكم بحول الله تعالى في بداية شوط المباراة الثاني، وأيضا الزملاء الموجودين خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي وسادتي، أحبائي في كل مكان، أرحب بحضراتكم مع انطلاقة الشوط الثاني من مباراة الهلال السعودي أمام فريق استقلال دوشنبي، من استغلال واحدة من الفرص القليلة جدا اللي اتيحت له في هذه المباراة وسجل هدف. حلوة التمريرات، البريك، لمسة لطيفة مع كاريو على اليمين، كاريو مر، كاريو يحاول، كاريو مر، كاريو عرضية، لكن الدفاع والحارس والإبعاد أمام كرة أندي الثعبان في لقطة رائعة. الدور الكرة بين عناصر الزعيم بحثاً عن مخرج، عن هدف، لأنه 6-7 دقائق شوط ثاني لم يتغير شيء. محاولة من جانب لوسيانو، حولها، حلوة التمريرة، هتان مر، هتان تسديد، الله يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هتان يا عيني هتان، مبري مبري، هدف ثاني للهلاليين، بروعة يا هتان، بروعة يا هتان، واثق من عودتك يا هتان، جميلة اللقطة يا أبو سلطان. الهلاليين يتقدمون مرة أخرى بروعة من جانب هتان بهبري، شوف الحن الفردي اللي يتكلم عنه، الحن الفردي بالمهارة الفردية أمام غابة من السيقان، واحدة من بيت البريك، مر هتان، مر 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 مر، الكرة تعانق الشباك، نحن الهلال، ألا تعلمين يا آسيا من هو الهلال؟ ألا تعلمين يا آسيا من هو الهلال؟ هذا هو الهلال، هتان
يسجل هدفا رائعا للزعيم، يتقدم الهلاليين بالإصابة الثانية في هذه الأمسية. 2-1 لمصلحة الهلال أمام إستقلال دوشنبا. عودة لكاريو، مجموعة من التمريرات الهلالية، كانو كاريو، هذه لمسات، هذه بينية، هذا جوميز مرمى، وبعد ذلك الحكم لا يشير إلى شيء، اللاعب يستمر، الصافرة لم تأتي، الكرة في الأخير في يد روستام ياتيموف. يطالب هذا جوميز بركلة جزاء، 3 أهداف تقريبا متبقي لا يصل، يقتحم قائمة 100. هذه لقطة بابي، هذه لقطة بابي، هرب من المدافع، شد من القميص ثم استمر جوميز، جوميز حاول الحق بالكرة ثم سقط. حكم المباراة تعتبر تنافس عادي على الكرة، حكم اللقاء يتأكد زملائه، يكمل بريك، تستمر الهجمة. لوسيانو فيتو، الوانتو مع كنو، فيتو مرة أخرى محاولة لاختراق الدفاع، الوانتو مع البريك، فيتو مر تسديده لكنها عدت. يا لوسيانو كان عندك الفرصة، يا لوسيانو كان عندك الفرصة تتقدم شوية وضربة بعد ذلك، يا لوسيانو عندك المساحة يا ولدي، الضربة لكنها عدت. حلوة اللقطة في الأخير مع لوسيانو، مع بريكينو. مجموعة من التمريرات، بلاهي عطيف يساعدها لكنو، تغيير اتجاه اللاعب على الجهة اليمنى، تمريرة قصيرة بعض الشيء لكن البريك يساعدها. كرات بين عناصر الهلال في وسط الملعب، لمسة الهتان حلوة باتجاه جوميز، وفرصة عند هتان، الله الله، روعة روعة روعة، أول الغيث هتان، هتان بروعة، يا ليلة هتان، يومك يا هتان، يا فنان، لمسة في منتهى الروعة، ثنائية في مباراة الليلة، هدف جميل جدا من جانب ياتان مابري. نعم يشكر ربه على اللي أكرمه هذا اليوم ووفقه بتسجيل ثنائية بعد مجهودات رائعة، ما فيها تسلل إطلاقا. جوميز أتان حطها بروعة، يا ولد يا ولد يا ولد، كورة ساحرة جميلة في المرة الأولى أمام جوميز، في الثانية بالعقل بالروعة بالمهارة بالفن بالهتان بالفنان. 3-1 الهلاليين، زعيم يسيطر على الوضع ويقتنص الفرص في هذه الأثناء، يصل إلى ثلاثية وكاريو يحتفل بهذا الهتان. 3 أندية حصلت على المركز الثاني، مجموع 8 في الغرب و8 مثلا في الشرق. تمريرة باتجاه جوميز، طالت عليك، مالك يا جوميز، مالك يا جوميز، طالت عليه الكرة الأخيرة، مش عارف بدالي إنه هو يضغط نفسه أكثر من اللازم. جوميز هذه كرة سهلة وكان يمكن لحاق بها أيضا بالنسبة لبابي، مش عارف. جوميز في قائمة بومن إيرغانشييف للفريق التاجيكي، هذه كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة تاجيكية تسديدة لكنها على مرتين في يد عبد الله المعيوف، ولكنه بعد ذلك خسر اللقب أمام فريق دايو الكوري بهدف مقابل 3، الهدف الأهلاوي الوحيد سجله طلال صبحي في تلك المباراة. هذه كرة باتجاه فيتو، والكرة في العارضة جميلة جدا من لوسيانو، قوية من فيتو لكنها في العارضة، سوء حظ أمامك يا لوسيانو يا فيتو. هذه كرة فيها خطأ لمصعد يونسو، خطأ لمصعد يونسو، كنت أتكلم على بدايات الأندية في هذه البطولة ثم نجاحات لسنوات متعددة، تسديدة رائعة من مسافة بعيدة خارج منطقة الجزاء عن طريق لوسيانو فيتو، ضربت بعد ذلك في العارضة وضعت الهجمة. تغييرات، صالح الشهري، سالم الدوسري، خيارات الهلالية القادمة. هتان المتألق في هذه المباراة بالإضافة إلى جوميز يتركون أماكنهم في هذه الأثناء. الكلمات اللي من جوميز لهتان، هذا جوميز حتى وإن لم يكن في أفضل حالاته فنيا على العشب، لكن هو قائد من غير إشارة قيادة، هو قائد بدون إشارة قيادة، دوره في الفريق، دوره في المجموعة مهم جدا. هذه النوعية من اللاعبين
أنا قلت لكم مش عارف إذا هو يتمركز صح ولا الكرة تحب عطيف. اللمسة مرة أخرى لسالم، تمرير على الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء. صالح يحاول، صالح قوية لكنها في يد حارس المرمى خلصها إلى ركنية. حلوة اللقطة الماضية من صالح الشهري، وحاول هجومية أخرى هلالية. أول كرة صالح تقريبا بعد دخوله حطها بين خشبات الثلاث، تألق الحارس، تألق ياتيمو، يخرج عبد اللطيف، يلقى تحية من زملائه. ملعب اليوم مدرجات خالية، كراسي يمكن أن تصفق لك يا عطيف. بعد ذلك دخول ناصر الدوسري، خروج كانو، لا خروج كاريو، بقى كانو، خروج كاريو. فواز هو الخيار القادم في قائمة الهلال. نعود مرة أخرى، تشينكو وبينية لكنها بدون تركيز. فواز الطريس لبيتو لكانو لصالح، تمويه جميل، تحرك سريع، 4-3 هذه الهلالية. ممكن رابع معها يا فواز الطريس على جهة اليمين، لمسة لبيتو، بيتو سالم طويلة عليه، يصل الكرة سالم، لا زالت خطيرة داخل منطقة الجزاء، وبيتو بعيد الكرة وإلى ضربة مرمى بعيدة بعيدة. اللقطة الماضية سوء حظ هذا لوسيانو، يتسرع في بعض المواقف، يجتهد من اجل الوصول الى الهدف لكن يضيع بعض الكرات. لا يمنع من القول جهده واضح في هذا الفريق، في هذه المباراه دوره مهم في خط الوسط. كره بعيده من لوسيانو بيتو لمصلحه الفريق استقلال دوشنبا، عرضيه داخل منطقه الجزاء، بلاهي طالت منه وعدت منه، لا زالت خطيره، فرصه تلعب لكنها بعيده بعيدة، مش متأكد إذا البلاهي جلاها تركها متعمد. حاول إبعادها ضاعت، على كل حال الهجمة الأخيرة. كردي يترك أو ياخذ مكانه محمد البريك. بيتو على ما يرام سيستمر. ركنية للهلال، محاولة باتجاه سالم على الطائر لكنها سهلة. حلوة الفكرة، حلوة الفكرة في اللقطة الماضية لكنها سهلة لحارس المرمى، الحارس ياتيموف. 90 دقيقة الوقت بدل ضايع. الكرة لمصلحة ناصر، تصور في المباراة الأخرى أجمل قلب الطاولة على شباب أهلي دبي. حلوة التسديدة لكنها بعيدة، حلوة لكنها بعيدة من صالح الشهري. في مرتين هدد المرمى الطاجيكي في الدقائق اللي لعبها، تسديدة قوية لكنها عالية بعض الشيء في الأخير إلى ضربة مرمى. في المباراة الأخرى أجمل حقق انتصارا أو متقدم في النتيجة على شباب أهلي دبي 2-1، يعقد هذه المجموعة أكثر على مستوى البطاقة الثانية. نشكركم سيداتي وسادتي على حسن المتابعة والاستماع، نلتقيكم بحول الله تعالى في مباريات قادمة. الهلال يحصل على الانتصار 3 أهداف مقابل هدف واحد أمام فريق دوشنبا الطاجيكي.